إذا المرة الماضية كنا بنفتش على قيمة T finding the value of T value of t اللي هي ايش؟ sampling time to ensure stability. واذا المره الماضيه اخذنا كانت عندي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن تبعت السيستم 10 على s بلس 1 حطينا ان سيريز معها 0 اوردر هولد ديجيتال انالوج كونفرتر في سامبلينج وهون عاد راح يكون في ديجيتال كنترولر انا هون مفترضها كاني واحد يعني احنا ضمنيا كانه مفترضين هون في عندي دي ستار اوف اس او دي اوف زد هون ديجيتال كنترولر انا هون مفترضها واحد بس بعدين ممكن احط شيء ثاني فضربنا الزيرو اوردر هولد ضربناه في الترانسفير فانكشن تبعت الكلاود جي بي اوف اس هذول كلهم صاروا جي اوف اس بعدين حولناها لجي اوف زد بعدين سكرنا اللوب طلعت معي فاينل ترانسفير فانكشن في الزد دومين هاي قيمتها خلينا نسال سؤال قبل ما الاقي قيمه تي هذا السيستم ستيبل؟ مش هيك؟ طب لما بسكر اللوب عليه يعني لو قارنت هذا السيستم بالإيكوفلنت أنالوج سيستم الإيكوفلنت أنالوج سيستم هو 10 على S plus 1 لو سكرت اللوب هون ايه؟ هاي الإيكوفلنت أنالوج سيستم ايش بتصير الترانسفير فانكشن الجديده تبعت السيستم اللي مسكر راح تصير جي كلوزد لوب اوف اس بتساوي 10 على اس بلس 1 على 1 زائد 10 على اس بلس 1 فيش عندي كي ولو كان عندي كي بقدر احط الكي هون بضرب البسط المقام في اس بلس 1 شو بعطيني؟ بعطيني 10 على اس بلس 1 و10 11 هل هذا السيستم ستيبل؟ كمان ستيبل مش هيك؟ طب ليش قاعد بحكي انا عن الستابيليتي هون؟ عشان نغير قيمة السامبلينج تايم يعني هون كنا نحكي عن السيستم هذا ستيبل حولناه للديجيتال ايكوفيلنت عن طريق زيرو اوردر هولد وسامبلر وطلعنا الزي اوف جد ما دام هذا السيستم ستيبل ليش انا مالي بحكي عن الستابيليتي هون ليش اصلا بجيب سيرتها؟ ممكن تكلم كثير لانه صار ديجيتال سيستم تغيرت الامور صار السامبلينج تايم ممكن يؤدي انه السيستم يصير انستيبل سؤال ثاني لو انا حطيت هون كي لو حطيت هون كنترولر لهذا الانالوج سيستم هون كي راح تدخل معي هون وين راح تصير؟ راح تصير مضروبه هون كي مضبوط؟ راح تصير مضروبه هون كي فراح يصير عندي هذا هون كي في 10 وراح يصير عندي هذا 1 زائد 10 كي مش هيك؟ هل هذا السيستم ستيبل؟ حسب شوف قيم كي هل في قيمه لكي؟ كي لازم تكون بوزيتيف اعتقد هل في قيمة لكي هون ممكن تخلي السيستم هذا unstable؟ لا ايش؟ لا خليه بس يتابع ايش قيمة كي اللي ممكن احطها بس positive لانه اذا ما كانش positive شو تحول السيستم صار positive feedback انا بدي اياه negative feedback ما في قيمة positive لكي ممكن تخلي السيستم هذا unstable هذا السيستم بضل البول بيمشي البول من القيمة اللي هو موجود عندها اللي كانت هون هي بتطلع زن واحد وبتضل ماينس واحد وبتضل رايحة لماينس لكن اللي راح نشوفه هون انه كي ممكن تخلي السيستم هذا انستيبل وتي ممكن تخلي السيستم هذا انستيبل اوكي ماشي واضحه هاي نقطه مهمه جدا مش معنى كون الانالوج سيستم انه كان ستيبل بغض النظر عن كي كان ستيبل او كان ستيبل حتى لو فيش كي مش معناها انه الايكوفلنت ديجيتال سيستم بعد ما ضفت له زيرو اوردر هولد انه ستيبل وزي ما راح تشوفوا في قيم لتي هون راح تخلي السيستم هذا انستيبل ولو جيت حطيت كي هون مثلا حطيت هذه كي مثلا عملتها وصرت اغير راح الاقي انه السيستم ممكن يصير انستيبل على نقطه معينه اذا السؤال الان ايش قيم تي اللي ممكن تخلي السيستم هذا انستيبل شو تعريفنا للستابيليتي في الزد دومين كانت ايش اللي كنا دائما نرجع له يونت سيركل اذا السيستم بيكون ستيبل اذا زد اوف بي كانت اقل من واحد او اذا زد اوف بي بين ناقص زائد واحد بالحاله هاي لانها مش كومبلكس لانها مش كومبلكس هذه ري مش هيك في جي هون اذا امتى زد دي زد اوف بي تكون خلينا ناخذ الحاله الاولى اللي هي بتكون بدي اياها اقل من واحد اذا 10 اي تو ذا ماينس تي ناقص 10 بدي اياها اقل من واحد اذا بدل هاي عن جهه ثانيه بصير عندي 11 اي شوف تكون اقل من قديش؟ هاي بتصير من 11
يعني اي تو ذا ماينس تي بدي اياها اقل من واحد، ايش معنى هاي؟ قديش قيمة تي اللي بتحقق لي هاي العلاقة اللي هون موجودة؟ تكون بوزيتيف، تكون بوزيتيف، تكون تي بوزيتيف، تمام ممتاز احسن. يعني هون بكفي انها تي تكون اكبر من تي رح تتحقق هاي العلاقة، مش هيك؟ إذا تي بوزيتيف اي تو ذا ماينس اي لأي شيء نيجاتيف مش بتكون أقل من واحد قد ما كانت القيمة هون، إذا هاي بتحقق هاي، هاي ما حكت ليش شيء كثير مش هيك؟ هي صحيحة بس ما حكت ليش كثير، ليش؟ لأنه تي مش معقول تكون نيجاتيف، ما لهاش معنى السامبلينج تايم، ما له معنى يكون نيجاتيف. وين المعلومة المفيدة رح تيجيني من وين؟ أكبر من زد. إذا الثانية بدها تكون زد أوف تي بدها تكون أكبر من ناقص واحد، خلينا نروح ناخذ هذه مرة ثانية، إذا صارت عندي 11 اي تو ذا ماينس تي ناقص 10 بدي إياها أقل من ناقص واحد. إذا نزمنهم هاي على الجهة الثانية بصير 11 إي تو ذا تي أكبر من زائد 10 ناقص 1 بتصير زائد 9، إذا إي تو ذا ماينس تي بدي إياها أكبر من 9 على 11. كيف ممكن أحل هاي الرياضيين؟ كيف ممكن أكمل الآن؟ باللب مش هيك؟ أو مضبوط باللب، إذا أخذتها هلا هذه هون بتصير ماينس تي بتساوي لن 9 على 11، بس أصلاً 9 على 11 اللن تبعها نيجاتيف مش هيك؟ قديش لن 9 على 11؟ أظن معي 0.2 مش هيك؟ أو ماينس 0.2 ماينس تي، أو خليني أحافظ على الـ inequality عشان هاي بدها تكون أكبر من، وهاي بدها تكون أكبر من، هاي شو بتطلع ماينس ماينس 0.2؟ إذا بدي أضرب في ماينس وماينس إيش لازم أعمل في الـ inequality؟ أعكس ومن هاي بتصير تي بتكون أكبر من 0 أقل من سكت. ايش معنى هاي النتيجه؟ اكبر من 0 واضحه، تي مش معقول اصلا هي تكون نيجاتيف، يعني انا بدي اعمل سامبلينج على تي معين. بقدر اضل ازيد تي لكن ما بصير تي تكون اكبر من 0.2 يعني ما بصير اغيب عن السيستم، ما بصير اعمل سامبلينج less frequently than every 0.2 سكت، يعني لازم السامبلينج فريكونسي تكون على الاقل 5 سكت، على الاقل لازم تكون عندي السامبلينج فريكونسي 5 سكت، اوكي ماشي؟ هاي نقطة مهمة جدا.